اهميته لغزه او اهميته للعالم انه هو حجر صديق للبيئه. الرماد في العالم بينتج من حرق الفحم عشان ينتجوا كهرباء. الان الفكره انه هذا الرماد لا يستخدم منه سوى فقط من 40% ل 50%، والباقي يكفي مكبات النفايات. فكانت فكرتنا نحن كيف نستخدم هذه الماده المضره في البيئه في تطبيقات انشائيه جديده. عندنا مشاكل كتير كبيرة في تسجيل المنتج لأنه نظرا لأنه إشي جديد حتى في العالم. حاليا بنحاول نحصل على براءة الاختراع منه من وزارة الاقتصاد، وكلنا أمل إنه إحنا نقدر طبعا نوصل إنه نقدر نوصله حتى لخارج غزة. هدول حجرين عينات انتجناهم علشان بدنا نبعتهم للشركه بالخارج، بدها تعمل عليهم العديد من الفحوصات عشان تتاكد من جوده المنتج. واحنا اخر مره يعني اخر خطوه وصلنا لها انه احنا قدرنا نفوز بالجائزه اليابانيه، اخذنا المركز الاول فيها، وبنتمنى انه احنا نقدر نسافر طبعا. جرين كيك فيه ميزات كثيرة، منها خفة الوزن، ومنها قلة الثمن، ومنها استخدام المواد الضارة للبيئة وإعادة استخدامها. الفائدة والإيجابيات اللي موجودة في هذا المنتج بتوقع أنها تكون سبب قوي يعني استغلاله بشكل كتير كبير في عمليات البناء في قطاع غزة على مدار السنوات القادمة. بالطبع لن يكون بديلا للحجر التقليدي في يوم وليلة، لأنه هذه تعتبر جزء من ثقافة المجتمع في الاستخدام والبناء، لكن متوقع أنه بعد سنوات سيكون يعني جزء أساسي من عمليات البناء في قطاع غزة. رماد هذا عطل، شايف كيف لونه؟ بغبرش كمان مع العدم، بين كأنه إزاز. في إشي حاطه مع لا لا، نسبة سيليكات عالية، بدنا إياها كفيلر إحنا مش كمادة تتفاعل بس. فلا ممتاز، يعني مثلا في حجار بيلتصق من جهه وبتلصق من جهه ثانيه، شو خلاه يلتصق مع هذا ما يلتصقش مع هذا؟